اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام. خلونا نروح للقاء لايف مع نجوم الكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق والكابتن احمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق. صباح الخير على حضراتكم، منورنا ومشرفينا. ويعني خليني كده ابدا مع الكابتن عادل سريعا في فكره اعلان النادي الاهلي عن قرار الكابتن محمد رمضان بعوده كهربا من الامارات للقاهره وتغريمه 1,000,000 جنيه. تعليق حضرتك على الملف ده قبل ما نخش بقى فنيا في لقاءات امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه المفروض ان اي تجاوز في خارج مصر او داخل مصر، المدير الرياضي او مدير الكوره بيبقى عنده صلاحيات معينة وبيشوف مدى التجاوز ده أول مرة ولا تاني مرة أو تالت مرة، وبعدين بياخد القرار اللي بيناسب سلوك ومبادئ النادي. فطبعا احنا مش عارفين ايه اللي حصل، ولكن ايا كان القرار لما بينفذ بيعمل نوع من انواع الضبط والربط داخل الفريق وداخل اوضه اللبس. طيب خليني اروح لحضرتك يا كابتن احمد، بصبح عليك في البدايه متابعتك للقاء امبارح والبدايه اللي كانت لصالح فريق بيراميدز، سكواد قوي نقدر نقول ان هو كان ليه الافضليه في البدايه، وكمان مع غياب للاعبين مهمين عنصر زي عمر جابر ودونجا، فكنت شايف اللقاء ازاي في البدايه؟ توقعت السيناريو ده ولا لا؟ الاول صباح الخير، طبعا بصبح عليكم كلكم، صباح الخير يا بريهان، وصباح الخير للكابتن كابتني الكابتن عادل طعيمه اللي وحشني بقالي كتير ما شفتوش. ف وبصبح طبعا على المشاهدين كلهم. ربنا يخليك. والله هي مباراه يعني كانت شبه متكافئه. حبيبي يا كابتن الله يخليك. والله المباراه بتاعت بيراميدز والزمالك كانت مباراه متكافئه، ما كانش معروف من بدايه المباراه مين اللي ممكن يتفوق. الفريقين فيهم عناصر قوه كتير جدا، فالحقيقه المدرب بتاع نادي الزمالك بيتعامل بذكاء مع الفرق الكبيره الحقيقه يعني. فقدروا ان هم كانوا متاخرين بهدف، رجعوا بالتعادل، وبعدين لما احتكموا ضربات الجزاء نادي الزمالك كان اعصابه اهدى وكان عندهم ثقه في نفسهم وفي حارس مرماهم، وبفضل الله استطاعوا ان هم يفوزوا بالمباراه. انما ده ما يقللش من قيمه بيراميدز طبعا. بقول لهم هارد لك ومبروك لنادي الزمالك، وان شاء الله المباراه النهائيه نتفرج على حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن عادل، التوقيت الحالي لازم نكون برضو واقعيين، يعني حضرتك اكيد لاعبين قدامى محللين، الجماهير حتى في الشارع غير راضيه عن مستوى النادي الاهلي، وخصوصا انه كان كمان الكتير متخيل انه بعد خساره السوبر الافريقي نادي الاهلي هيكون بيظهر في اول ظهور رسمي ليه بشكل كبير اكبر من كده على المستوى الفني. فتعليق حضرتك على النقطه دي، هل تقدر كده تلخص اسباب ان النادي الاهلي مش بيظهر في افضل حالاته في التوقيت ده؟ هو طبعا كنت احب ان انا اتكلم فني الاول، لكن عموما بداية طبعا لازم احيي الكابتن عبد الحليم لانه برضه وحشني جدا. الحاجة الثانية اللي معظم المحللين امبارح بنتفرج بعد المباراة كلهم بدون استثناء اغفلوا ان النادي الاهلي معظم عناصر المنتخب والعناصر الاساسية اللي موجودة في الفريق كانت بتؤدي مهمة وطنية مع المنتخب القومي. لما نلاقي الشناوي راجع مصاب، رامي، مروان، كل العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده مع المنتخب كانت بتشارك مع موريتانيا مباريتين في 4 ايام منهم سفر 12 ساعه، فلعيبه كانت مجهده طبعا. الى جانب طبعا التشكيل اللي برضو معظم الناس يعني شافته انه في نوع من انواع المفاجاه الغير محسوبه. برضو انا مع الناس اللي بتقول ان مفروض ان كان يبقى تشكيل افضل من كده، برضو بحط نفسي مكان المدير الفني. من يوم 20 لـ29 ثلاث مباريات في غاية الاهمية، لاعب سيراميكا، وبعدين يوم الخميس بيلاعب الزمالك، يوم 29 بيلاعب مباراة في غاية الروعة وفي غاية القوة
مع العين الاماراتي في استاد القاهره، فلا بد يبقى في احلال وتجديد. انا بشوف ان كان ممكن مستر كولر يدفع بالعناصر الجديده اللي هو ضمها للفريق. طبعا احنا مش موجودين معاه في التدريبات ولا اخره، لكن انا بشوف ان هو كان مفروض يبقى عنده من الجرأة ان يدفع باشرف، يدفع بعمر يعني باكثر من عنصر من العناصر اللي هي استخدمها، الى جانب طبعا سوء الاداء ده. انا بشوف ان هو عادي جدا في بداية اي موسم، لكن برضو التشكيل في بدايته كان في علامة استفهام. كابتن احمد، خليني برضو اسالك على ابرز اللاعبين اللي انت كنت شايف امبارح ان هم سبب ان النادي الزمالك يعرف يعود مره تانية للمباراه ويخطفها، لو هتسمي لي بعض الاسماء. هو انت عندك لعيب مهم جدا، وهو لعيب محوري جدا، اللي هو عبد الله السعيد، قائد في فريق الزمالك. عبد الله غير ان كورته كويسه، وغير انه فنيا في الملعب بيأدي الادوار اللي عليه كويس قوي، كمان كقائد وبيكلم زمايله وبيرجعهم للمباراه. فعبد الله عنده من الخبرات انه يقدر يرجع اللعيبه للمباراه، بالاضافه طبعا لزيزو والمسلوسي ومجموعه اللاعبين الجيدين اللي كانوا موجودين. على فكره يعني اللي بيميز نادي الزمالك دلوقتي اللعب الجماعي، انما في بعض الافراد طبعا لعيبه كويسين وامكانياتهم الفنيه عاليه جدا، فهم حتى في مباراة السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي كانوا برضو متأخرين وقدروا يرجعوا المباراة. فده شغل بيعتمد على المدير الفني واللاعبين اللي عندهم خبرات جوه الملعب وحتى بره الملعب. يعني شيكابالا كان له دور قوي جدا في ان اللعيبة تفضل واقفة على رجليها طوال المباراة، ما يحسوش ان الموضوع خلاص جه فينا جول نفتح اللعب ونبتدي نعمل اي حاجة. لا، كان في تركيز اقوى، الناس ابتدت تلعب تتمركز بشكل جيد جدا وقدروا يرجعوا للمباراه. فانا بقول ان لما تتاخري بنتيجه المباراه وترجعي ليها تاني، اكيد في عوامل خارجيه وداخليه بتحدث اثناء اللعب. من اساس في الموضوع وجود واحد زي عبد الله السعيد في الملعب، وبالتالي يعني كان مؤثر جدا، سواء بالاداء الفني اللي بيعمله او حتى بالاداء كرائد او كقائد للفريق. كابتن عادل، برضو أسأل حضرتك، يعني امبارح النادي الأهلي تفوق على سيراميكا كنتيجة وهو اللي عبر، ولكن هل بتشوف ان الكابتن أيمن الرمادي بالرغم من الخسارة ممكن يكون تفوق في إدارته للمباراة على مستر مارسيل كولر حتى لو النتيجة ما كانتش في صالح للفريق؟ بالنسبة للماتش امبارح ما فيش حاجة اسمها تفوق، هو تفوق كسب المباراة. لا، هو خسر، ولكن كإدارة للمباراة البداية للنهاية كإدارة المباراة كان برضو بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب المنوط بيهم. البداية برضو ان انا مجدي أفشة بنقول مرة واثنين وثلاثة المفروض ان انا ما ابتديش بيه المباراة، ده ادى استحواذ واداء افضل شويه من يعني، انما الخطوره الحقيقه الشوط الاولاني كانت لسيراميكا، لكن الروح القتاليه والاداء النادي الاهلي متعود عليه. بالمناسبه النادي الاهلي واخد البطوله دي 14 مره، المنافس اللي قريب منه عنده 4، فاحنا ليه ضاغطين قوي كده على النادي الاهلي؟ انا مش عارف، يعني مباراه بيأديها بشكل مش جيد. طب ما النادي الاهلي واخد 9 بطولات في 18 شهر او في 16 شهر، يعني البطولات دي كلها بتتمسح علشان سوبر. يعني ماتش الاهلي اداه بصوره مش جيده، مش معنى كده ان النادي الاهلي يبقى يعني على طول انه مش كويس وبيأدي مش اداء كويس. دول بشر كانوا بيلعبوا 20 مباراه في شهرين، 20 مباراه في شهرين، تلتين الدوري لاعبينهم ما خدوش فترة راحة. أكتر لعيبة في المنتخب القومي بتبقى من النادي الأهلي. كل الأمور ديت مش في صالح المدير الفني للنادي الأهلي، لأنه ما بيقدرش إنه يبقى لاعبته بيأدوا التدريبات معاه ويقدر إن هو يشتغل معاهم بدني وتكتيكي على المستوى اللي الكابتن أحمد وكلنا عارفينه. وبالتالي الموضوع ده 4 5 مواسم مترابطين مع بعض. الوحيد اللي بيشرفنا
وبيشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية، مين بيروح كاس عالم للأندية إلا النادي الأهلي؟ مين بياخد بطولة أفريقيا إلا النادي الأهلي؟ مين بياخد الدوري والكاس؟ النادي الأهلي واخد 44 مرة بطولة الدوري، المنافس بتاعه واخد 13 أو 14، فيعني النادي الأهلي ده قيمة كبيرة جدا. لازم نوصل من خلال حضرتك إن مش معنى إن أنا لعبت ماتش مش جيد قدام سيراميكا إن أنا يعني إن أنا النادي الأهلي يبقى يعني يعني لا، ما ينفعش. النادي الأهلي مباراة عادية فيها تنافس، وبعدين نادي سيراميكا ما برضه نادي مريح جاي من راحة، واخد فترة إعداد كافية، رايح الإمارات قبلها بأسبوع أو 10 أيام. النادي الأهلي وصل قبل الماتش بيومين، لعيبة المنتخب جايين من السفر على الفريق. كل الأمور ديت ممكن تكون لا يعني ما هياش مبرر، لكن برضو الدفع بالعناصر زي عمر الساعي، أيمن، أشرف داري، يعني أكتر من لعيب كان ممكن جدا مستر كولر يدفع بيهم في المباراة ديت، بحيث أن المباريات اللي جاية يبقوا واخدين حساسية المباراة. لكن ما فيش شك أنها مباراة يعني وبرضو امبارح ما كانش في حماية، يعني كان في عنف شديد جدا، ومع ذلك الحكم اللي المفروض انه يبقى بيحمي اللعيبه ما كانش بيحمي اللعيبه. ان شاء الله التحكيم يعني يكون افضل بشكل عام في المباراه النهائيه باذن الله اللي هتقام. سريعا يا كابتن احمد واخيرا، يعني بشكل عام اللي احنا تابعناه امبارح، حاسس ان مستر مارسيل كولر ومستر جوزيه جوميز مين ممكن يكون دي الافضليه فنيا في اللقاء القادم؟ والله ولا اي حد يقدر يتوقع، لان قبل كده كانت مباراه السوبر الافريقي اسهم النادي الاهلي كانت اعلى، ومع ذلك الزمالك التفوق في هذه المباراه وفاز، فما حدش يقدر يتوقع بها. انما هي في الاول وفي الاخر هي قمه الكره المصريه والعربيه والافريقيه، نتمنى ان شاء الله انها تكون عند حسن الظن يعني، وتطلع بشكل كويس يليق بالفريقين وبمصر يعني. بنتمنى ده. انا بشكركم شكرا جزيلا للكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق، الكابتن احمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا.